بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام كل شدة وعندها نهايتها غدوة ترجع حياتنا لعادتها أما اليوم خلينا نشد ديارنا ونحمي وصغارنا ونتعاون ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها وبش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا بش نحسوا أكثر بقيمتها توينسا وسرنا المحبة التوينسا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا وتن البدر حذرناه سلا سلا محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت توسر تن البدر وهل يخفى القمر نجمة راك حرة مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تفرجوا في قناه التاسعه هذه حلقه جديده من برنامج الويكاند كما كل سبت وحد سعداء وان نجدوا اللقاء معكم عنا برشا فقرات برشا مواضيع باش نحكيوا فيها وعنا استضافات فنيه جميله ضيفنا اليوم باش يكون معنا من لبنان صوت من اروع الاصوات الشابه في السنين الاخرانيه متحصل على لقب عرب ايدول و إبداع على مستوى الأداء في الجو الطربي في الأغاني الكلاسيكية باش نتعرفوا عليه لأول مرة حوار في تونس تلفزي باش نعطيكم كل التفاصيل من بعد باش يكون معنا مباشرة الفنان السوري المقيم بلبنان حازم الشريف وكالعادة كوجينتنا باش تكون قمقومة ودلولة وفيها البنة وفيها الأطباق الممتازة مع الشيف فتحية وبيان سور معنا لي كرونيكوز نتاعنا نسلم برشا على ريم الورغي فما غريبين مرحبا ريم صباح الخير عفاف نهارك زين شحوالك الحمد لله وانت عايشك عزيزتي دونك ريم انت اليوم باش تحكي باش تزنى للقيروان ما نجموش نتعديو وما نحكيوش عليهم ظاهرة كبيرة وأعمق من اللي تنجم تظهر عليهم فوالا فوالا دونك عندنا برشا ما نحكيو على الحادثه اللي صارت في القروان على خاطر وجعتنا برشا طرق دونك باش نرجعوا لها ان شاء الله باللي ديتاي مع ريم الورغي وفرحانه وانه ترجع بحذايا زاده كيف الاخصائيه النفسانيه منجيه العرقوبي اهلا بك استاذه اهلا عفيف صباح شحويلك يعيشك منورك العاده ولبس اللون اللي نحبه تحب الاخضر على نشكر برشا ميله من توا قبل ما ننسى زازا بوتيك فاشن في المنزويت على اللبسه وبيان سور بالنسبه للشوسيغ نشكروا ديما انزو شوسيغ انزو اللي تلقاهم موجودين زيدا كيف في المنزهوي تدخلوا على الانستغرام نتاعهم باش تلقاو لا نوفيل كوليكسيون نتاع الصيف دونك على شو باش تحكي لنا باهي اليوم باش نحكي على حاجه مهمه برشا اللي هي بوست كوفيد خاطر احنا ديما عافيه مع الاكتواليتي معناها دونك باش نعطي انهم الخمسه مهارات بيان سور على حسب الدراسات وكل اللي احنا نجموا نطوروا فيهم رواحنا توا معناها بعد الكوفيد والسورتي نتاع الكريز ان شاء الله دونك اللي يحب يشوف شنو باش يتعلم والا شنو باش يبدل في الخدمه وكل اللي تبعنا من بعد فوالا دونك مهارات جديده
بعد الازمه هذيا اللي باش تكون مهمه واللي يمكن تنجم تكون جانب من المستقبل في سوق الشغل زاده كيف كيف. دونك اقعدوا معنا دوما باش تعرفوا عليهم مع منجيه العرقوبي. احنا باش نخرجوا بالسومير تشوفوا شنو الاجواء نتاع حلقتنا اليوم، ومن بعد باش نلتحق بالكوزينه بعد الشيف فتحي. راهو انسان تساويت عنده الحياه بالموت، باش تقول له انت للأسف. ثقافه ولا لازمك تخلق له ساعه طريق باش توصل له باش الميساج يتعدى. درت التعازي للعائلات نتاع الوليدات هذوما، ربي صبرهم على الوجعه هذيا الله يرحمهم، وان شاء الله نلقاو الحلول اللازمه في الفترات القادمه. وقت الليلي وقت الليلي وش تيقولوا فينا، وقت الليلي وقت الليلي وش تيقولوا فينا، وقت الليلي صلوا على نبينا. يلزم كوشة سخونة، إذا كان كوشة باردة راهو يتحلل البسكوي هذا، يحب السخانة، يحب 220 سخانة وتقعد قدامه حتى لينيتي. أنا كما تعرف برنامجنا هذا نحب ندخل للديار ونحب نوصل المعلومة للعباد الكل المتفرجين باش يعرفوا إيش معناها المسلمة. كم غدوة عفيف عيد الأمهات لافيت دي مير، دونك للي غوتارداتير اللي مازالوا ما اختاروش خذوش الكادو نتاع عمتهم نقول لهم يزربوا اليوم اخر فرصه باش يمشيوا يشريوا، وانا باش نعاونهم اخترت لهم اون ليست نتاع حاجات اللي موجودين افكار معني. فوالا دونك انا جيت للكوجينه بحذا الشيف فتحيه. اهلا وسهلا شيف. مرحبا يا عفيف. مرحبا عيد عليك، عيدك مبروك. عيد الناس كل مبروك يا ربي يفضلكم يعيشك محليه الرجوع. وانا فرحانه وعيش كامل معنا الشهر هذا. يعيشك. خاطر عدينا شهر رمضان محليه مع بعضنا. مزيان سي فغي عندك الحق، تعدى شهر مزيان وخفيف وفي ساعه وبرشا حاجات ايجابيه وذاك اللي نفركسوا احنا. الحمد لله. الوغ اليوم عندي زاد حاجات باقي خفيف باقي كلي في ساعه في ساعه. ما نحبكمش تبطاو في الكوجينه. الوغ اليوم عندي المقرونه هذه تاع ورده باش نحشيها، معناها نعبيوها بسهوله تيماتو تشوف مسهلها، باش نعملها فخسي بالتن بدر وباش نحط لها معدنوس وغوتا ماجستي جبن كات فوماج ماجستي طماطم سيكام اللي بالثوم المكون كاسي حاضر باش. الوغ مع الحاجات هذوما المزيانه الكل عفاف ما نجمو كان نعملوا حاجات غابيد وبنان وفي ساعه وسهلين. يرتحونا من اجواء نتاع الكوجينه اللي قاعدين فيها برشا وقت نشرة الاخرانيين. كما قلت لكم انا باش نمشي بكم توا البلد عزيز وغالي علينا، باش نمشيو لسوريا وتحديدا الحلب لانه هو حلبي ابن سوريا ولكن مقيم في لبنان، باش نتعرفوا اكثر على تجربته الفنيه وعلى جديده، صوت من اهم الاصوات خليني نقول في العالم العربي اللي تعرفت في السنين الأخرانية، يؤدي بامتياز كل ما هو أغاني كلاسيكية وترابية، يؤدي بطبيعة القدود الحلبية، متربي على المدارس الكبيرة كما وديع الصافي، كما عبد الحليم حافظ، كما أم كلثوم، كما زادة كيف كيف ملحم بركات. فرحانة وأنه معنا مباشرة من لبنان الفنان السوري حازم شريف. أهلا وسهلا بك. صباح الخير عفاف لإلك ولكل مشاهدين قناة التاسعة وللشعب التونسي، وبتشكرك على هالمقدمة الحلوة أكيد. يعيشك حازم. أنت لقبوك في فترة الأرب أيدول بمحبوب العرب، يعني جمعت كل جماهير العربية بهذا اللقب ونجمت تدخل إلى قلوب الجماهير العربية من خلال تميزك في الأداء خاصة في اللون الطربي. اليوم النجم نقول أن المستمع العربي مازال يحن ويعشق اللون الطربي والكلاسيكي. أكيد يعني اليوم نحن يعني هذا اللون مثل ما بيقولوا أنه ما بيموت أبداً، ف دائما لازم نحن نضل نفكر بهذا اللون ونضل نغني ونقدم هاي الاغاني، لانه هذا التراث يعني يمكن بضل عايش معنا كل الحياه، فلازم نحن نضل دائما نذكر فيه ونضل نغنيه ونضل نقدمه للعالم. لو حتى بشكل جديد او بطريقه جديده او بتوزيع جديد، بس نضل نقدم هذا اللون لانه لازم نستمر بهيك تراث ونقدم هذا الفن المضبوط.
يمكن هذا اللي خليك في اختياراتك في أعمالك الخاصة بعد ما كملت تجربة الأرب أيدول أنك تكون دقيق جدا في الاختيارات وتكون الجملة الموسيقية حاضرة بقوة في أعمالك والكلمة العميقة زادة حاضرة بقوة في أعمالك. للاختيار بالنسبة ليك متاع الأغاني كيفاش يكون؟ على شنو تعتمد من مقاييس حازم؟ بعتمد باختياراتي أكثر شيء أنه دائماً اختار الأغاني الحلوة اللي فيها مغنى صح، اللي فيها مغنى حلو بحيث الجمهور أو الناس اللي بتسمع هاي الأغنية. يعني اليوم نحن عم نقدم أغنية لحتى الناس تسمع بشكل حلو، أغنية تقيلة، أغنية فيها إذا عم نغني مقام البيات أو مقام الكورد أو مقام الرصد، يعني نكون عم نشبع هذا المقام وعم نأديه بشكل حلو. فبختار دائما الأغنية على أنه الجمهور يستمع لها ويستمتع فيها هو عم يسمع على الأغنية. صحيح. خلينا نحكيه على آخر الأعمال متاعك، آخر إنتاجاتك، ثلاثة أغاني مختلفة، كل واحدة ستايل، كل واحدة لون، فيديو كليبات، هذه من آخر الأعمال اللي كانت لك مع شركة الإنتاج اللي أنت شغال معها توا. صحيح. مضيت مع حفلات برودكشن ببيروت، أنتجوا لي أول أغنية من إنتاجهم كانت ندم، هي لحن تركي، كلمات أستاذ أحمد ماضي، توزيع جان صليبة. تاني أغنية كانت في شي غلط، كمان من إنتاج حفلات برودكشن. والثالثة إذا بتحبيني إذا، اللي هي آخر الأعمال، تقريبا من فترة 8 أو 7 شهور تقريبا. وهي هذه اللي باش نسمعوها احنا بعد شوية إذا بتحبيني، ولكن أنا نحب نسألك، نرجع بك شوية الأغنية ندم، فيديو كليب ندم اللي عملت بوليميك كبيرة في لبنان وفي الساحة العربية على أساسه أنه أغنية تركية، ولو أنه الألحان التركية تقريبا كل النجوم من العالم العربي غنيت ألحان تركية، فكان الرد جميل جدا منك ومن المنتج عماد قانسو وحفلات برودكشن، وأنه تعمل الأغنية ديو مع الفنان التركي. أحكي لي على نلخصوا شوية شنو اللي صار بعد نزول هذا العمل. اللي صار أنه نحن سمعنا الأغنية باللحن التركي وحبينا كثير أنه نقدمها بالوطن العربي، فالأستاذ جان صليبة كان هو الشخص اللي يعني عم يشتغل على الموضوع، وراح على تركيا، زار تركيا والتقى بالملحن صاحب هاي الأغنية، أخذ كل الحقوق تبع الأغنية ودفع كل التكاليف. جينا على بيروت، نفذنا الأغنية، وزعناها، غنيناها، سجلناها بالاستوديو، طرحناها بالأسواق، بس يمكن أوزان الفنان التركي اللي كان مؤدي هاي الأغنية بصوته صار في اختلاف بوجهات النظر تقريبا. وبعدين حلينا الموضوع، أكيد يعني استضفنا لأوزان ببيروت وعملنا مؤتمر صحفي ورحنا على الاستوديو سوا وغنينا الأغنية ديو أنا وياه ونشرناها، ونجحت زيدا مرة أخرى، يعني نجاح مضاعف، نجحت وقت اللي أديتها وحدك ونجحت وقت اللي أديتها بالفيرسيون لبناني تركي. يعني صحيح، إيه بتشكر، يعني الحمد لله، هذا بفضل من ربنا الحمد لله ومن الناس يعني اللي بتحبنا، هذا أهم شيء الحمد لله. خليني نسألك على تجربة التمثيل اللي في بالي، اقترحوا عليك دخول عالم التمثيل من فترة مش بعيدة ولكنك رفضت، علاش هذا الرفض رغم اللي راو برشا فنانين برشا مطربين دخلوا واقتحموا عالم التمثيل؟ هلا هو الرفض منه كره بالتمثيل، بالعكس أنا كثير بحب التمثيل وأنا من متابعين الدراما والأفلام، بس يعني هو يمكن الوقت شوي منه مناسب لحتى أنا أفقد هاي التجربة، فاخترت أنه أركز أكثر على المجال اللي أنا فيه، على الغناء أكثر، على الأغاني، على الألبومات، وإن شاء الله يعني بعدين بعد فترة إذا كان في فرصة ثانية نقدر نشارك ونقدم دور حلو. مشروع مؤجل يعني. صحيح.
احكي لي شويه حازم شريف على فتره الحجر الصحي، كيفاش عديتها وبصفه عامه كيفاش هو وضع الفنان في هالفتره هذيا؟ نعرفوا انه يعني تعطيل لمختلف الحفلات العامه والخاصه، ايضا تاجيل او الغاء المهرجانات تقريبا في كل البلدان في العالم. نتصور وانه وضع الفنان في اي بلاصه ماهوش سهل. هلا للاسف انه نحن بلشنا يعني نتعود على هذا الحجر، هو شيء صعب اكيد ان كان علينا نحن كفنانين او غيرنا. يعني نحن اليوم عندنا حفلات التغيت، اجلت حتى الاغاني، حتى التصوير، يعني كله عم يتاجل وكله عم يلتغى. ف شوي يعني شوي هذا الموضوع صعب بالنسبه لي انا، يعني بدوري انا انه بحب دائما ضلني شارك، ضلني سافر، ضلني اعمل حفلات، ضلني عم شوف الناس اللي بتحبني. ف للاسف قلت لك اول شيء انه بلشنا نتعود على الحجر، والحمد لله يعني ان شاء الله هي فتره صغيره وراح تمرق اذا الله وتعدي. قل لي استغليتش الفتره هذه هكا فنيا يمكن لتحضير لعمل او اعمال فنيه؟ هلا عم نحضر نحن سمعنا اكثر من اغنيه الحمد لله، وعم نحضر تقريبا اغنيه لبنانيه تقريبا. هلا نحن صرنا جاهزين وخلصنا الاغنيه وسجلناها، بس ناطرين يعني شوي الظروف مثل ما قلت لك قبل شوي لا تتحسن وتزبط اكثر من هالوقت، واكيد فورا رح ننشر الاغنيه ورح تكونوا انتم اول المستمعين لها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعيشك حازم. حازم هو لو انه يمكن نوعيه الصوت بالسكايب ماهيش باش تكون كويسه جدا، ولكن انا نعرف تبارك الله صوتك الحلو باش يوصل لنا برشا احساس، فنحب تغني لي حاجه حتى تونسيه والا اللي تحب انت اكابيلا قبل ما نمشيو ونتفرجوا في الفيديو كليب نتاعك. يلا يلا. وقت الليلي وقت الليلي وش تيقولوا فينا، وقت الليلي وقت الليلي وش تيقولوا فينا، وقت الليلي صلوا على نبينا، وقت الليلي صلوا على نبينا. ميرسي عايشك حازم شريف. خلي لك كلمة في انتظار وأنه تلتقي بجمهورك في تونس، أنت ما زلت إلى حد اللحظة هذه ما جاتش الفرصة وأنه تعمل حفلات في تونس، إن شاء الله في المواسم القادمة تكون موجود بيناتنا، وأكيد عندك فكرة على الجمهور التونسي. أنا بدي أتشكرك أول شيء عفاف على الاستضافة، وبدي أتشكر قناة التاسعة والشعب التونسي كله، وبدي أتشكر السيدة أسماء وسعيد اللي هي يعني دائما بتعرفنا على 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 هالوجوه الحلوة. يعيشك. وإلي الشرف إنه أنا كنت معكم، وإن شاء الله بتشرف قريبا بزيارة حلوة لتونس. بعتبر تونس هي أهل الفن، فإن شاء الله بتشرف بزيارة وبنغني على مسارح تونس إذا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا لك حازم شريف. انا زيدا بدوري نشكر برشا سيده الاعمال التونسيه اسماء بن سعيد، يعني مديره مجموعه ارابيسك لندن على الشرق الاوسط والمغرب العربي، على تنسيق مختلف الاستضافات مع نجوم من العالم العربي. وباش نستدعاكم لاول مره على قناه التاسعة باش تشوفوا فيديو كليب الفنان حازم شريف اذا بتحبيني. اذا حازم شريف دونك غني لنا اذا بتحبيني اذا، وانا ندعوكم باش تعملوا طلع على الشين يوتيوب نتاع حازم شريف باش تتعرفوا زيد على اغنيه ندم بالفيرسيون اللبنانيه، وزيد كيف مع الفنان التركي حاجه ياسر قمقومه، ما هي هكا فيها شويه دراما وجيعه ما حبيتش نعديها لكم الصباح، حبيت حاجه فيها امل. يلا ريم الورغي حاجه فيها امل، نجموا نعديو ام ميساج ديسبوار اليوم في الحادثه المؤلمه اللي صارت في القروين. لازمنا ما عندناش خيار، لازمنا نتعديو الميساج بوزيتيف، معناها ياسر وقفنا على انا نبكي وعلى معناها على اللي صاير وعلى الازمات هذه، ونحن من ازمه لازمه ومن حادثه لحادثه، وعفيف راهي ماهيش الاولى هي معناها، اما احنا نخاف نقول استنسنا
نقفوا عليها ما نجموش نستيقظوا عليها نبكيو كيما هكا ايامات نهارين ثلاثه جمعه ومن بعد نطويو الصفحه ونكملوا اما لازمنا نتعاملوا بايجابيه ما ننساوهاش. شوف حدثت الخمور المغشوشه في القروين انت تعرف هي قسمه توا الاراء بين متعاطف وبين شامت وهوني بصراحه حبيت ساعه قبل كل شيء نحل اون بوتيت بارونتيز في العبيد اللي تنجم تسول لها نفوسها باش تشمت في مصيبه الموت اللي هي انا ما نلقاش حتى تعليق كيفاش تعليق معناها ينصبوا انفسهم معناها حكم وتشمت فيه في اعظم المصائب اللي هي ننساو قبل ما تحكم افون تو جوجي راهو اولاد شبان معناها اعمارهم في ال 25 و 26 واللي عندهم عائلاتهم وعندهم معناها والديهم مفجوعين فيهم وموجوعين وتسمح لروحك باش تقول هو معناها ابخي تو معناها كيلكو سوا توفوا وما لنا الا ان نطلبوا لهم الرحمه ونطلبوا لعائلاتهم معناها ربي صبرهم وما نقعدوش الاحكام هذيا راهو معناها بيزار بصراحه ما ومش اول مره رانا معناها هات نشوفوا هذو من الشباب هذايا اللي وصل يستهلك فيها الخمور مش ماهيش خمور هي اصلا معناها الاختزانال هذايا شنو اللي خليهم؟ هو شنو اللي هو انا خاطر قريت برشا تعليقات ويقول لك ليه مهما يكون مهما يكون فمش حاجة ليه سامحني مش مهما يكون ماكش عايش كيفه ماكمش عايشين كيفهم مادام ماكمش عايشين وضعياتهم التعيسة والآليمة والموجعة على جميع المستويات ما تجيش من فوق أنت تتكلم وتقول مهما يكون ما يعملوش هكا سامحني. هو يلسفي باش واحد يتخيل مجرد لحظة على الطعم اللي نجم يذوقه مستهلك المواد هذيك اللي هي معناها دي تيب نتاع الكول باش نبسطه مغشوشة معناها الطعم مر برشا فيه برشا حنظر يتناول ويتعطاه باش يهرب من الواقع امر اكيد انه يكون امر هذيك هي بيلزك للمر الا الامر من معناها احنا هوني مانيش باش نبرروا لهم هذا ماهوش تبرير ولكنه تفسير لكنه ظاهره ظاهره وما نتفرجوش من بعيد بربي معناها راهو ناخذوا كلام العبيد اللي سيغ تيغان اللي يمشيوا راهو احنا عملنا دي كومباني انا نحكي من موقعي عملنا دي كومباني كبار برشا ودخلنا ياسر في الـ في الـ في لي ريجيون ونعرفوا الوضعيات اللي يعيشوا فيهم ونعرفوا طريقه التعامل وراه يعيشوا في معناها وضعيات مريره. انا تعرف شنو سميتها نوع نتاع سياحه كانها سياحه المحطمين سياحه اليائسين. علاش سياحه؟ على خاطر كسوا هما اللي تعطاوا في نوعيه الخمور هذيا والا اللي يهربوا باش يمشيو في البحر باش يحرقوا وهما يعرفوا اللي هما راهو اللي 70 و80 و90% ماشيين للموت ويتعطاوا في المواد هذه يعرفوا اللي هي تؤدي للموت يحرق في كبدته انسان معناها ياكل في يشرب في حاجه تحرق فيه من داخل فما اللي يهربوا للجبل ويمشيوا للارهاب ويمشيوا الكل هروب كانه سياحه الهروب يهربوا الحاجه ما يعرفوهاش يهربوا الحاجه حتى لو كانت تموت اما حاجه تنسيه في اللي هو عايش فيه على خاطر هو بالحق ميت بالحياه على خاطر هو ما لقاه حتى حل اخر ميت ما لقاش حاجه اخرى باش تخرجوا من الواقع اللي عايش فيه ما لقاش خاطر كي نلقى اي متنفس ما كانش يكون هذا ما نتصورش انا عبد عادي وعايش لاباس واموره واضحه وعنده امل وعنده امل ويشوف قدامه في ثنيه محلوله باش يقوم يحط ياخذ ريسك كيما هذايا ويتعاطى مشروب كيما هكا اللي المخاطر نتاعو اكيده كبيره برشا. معناها قبل ما تجي تعلق ولا قبل ما تجي تتشمت ولا قبل ما تجي خاصه تحلل وتحرم واحنا قديش ولينا نحلوا ونحرموا ولينا يعني نحط نصنفوا رواحنا الاله معناها اقرا في اعتبارك الحاجات هذو قبل ما تقول اي كلمه في الناس اللي هو عفافي اذا كان باش نحكيو على التحليل والتحريم احنا ننساو ياسر اللي ديننا دين تسامح اللي احنا ديننا دين ترغيب مش ترهيب اللي عمره ما كان معناها بالعصا اللي احنا معناها انت اذا كان عمرك ما تشمت عمرك ما تسب انسان ماهوش خارج على الطريق بالعكس انت ترغبه بكومبورتمون يكون فيه اكثر تسامح واكثر محبه. انا حبيت نحكي على نوعيه هذه نتاع الشباب على خاطر انا قلت هذوما اللي ميتوا اليوم 6 ولا 60 ولا 600 قديش لو شيفر
قداش لو شيفر ديفينيتيف نتاع حتى هذه والحادثه اللي جايه واللي بعدها لازم نخمو في حل، والحل في رايي اللي هو ما عنده حتى علاقه بالانفستيسمون والفلوس واعمل لهم اعمل احاطه، يمكن احاطه نفسيه برشا، احاطه نفسيه برشا، توعيه اكزاكتومون ان نرى اللي العبيد هذوما مستحقين باش يعاودوا ياخذوا الثقه في رواحهم، على خاطر بلاصه كيف القروين واللي هي للاسف معناها نحن نقولوا العاصمه الاسلاميه وعاصمه الاغالبه القروين، ولكن عاصمه معناها الفقر ولاية فوالا ولايه ماهيش هينه حتى على المستوى العربي، وسمعه القيروان سمعه عظيمه كبيره، معناها كي تحكي على تونس في الخارج وفي البلدان العربيه تقول له تونس يقول لك القروين القروين باهي، لكن مش عطيتوها القروين، معناها سميتوها عاصمه اسلاميه وش عطيتوها؟ شنو عطيتوا قروين تذكروها من المولد للمولد من رمضان للرمضان اكاهو سيتو، شنو اللي عملتوا في القروين؟ انا قرويه معني علاش تحمست، انا بنت القروين معني اصولي قيروانيه، فنعرف وكنت ملي صغيره نمشي للقروين ونمشي لسيدي صاحبي ونمشي للجامع الكبير ونمشي للفسقيه ونمشي لل باهي، مشيت القروين ما عادش كي قبل برشا فقر، كل شيء تهلك كل شيء، شنو اللي عملتوا لها القروين؟ تعرف اللي اعلى نسب الانتحار في القروين، تعرف اللي العليه معناها منطقه عرفت معني اقصى 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 الحوادث هذوما اللي شباب بنات نساء انتحروا من الفقر، ومش فقر بركه والياس زاده، وفي نفس الوقت عرفت زيدا خرجت برشا مبدعين وبرشا اسامي كبيره، طبعًا. انا ما نعرفش يجي في بالي مثلا جعفر ماجد ولا اسامي كبيره ولا حتى توا ثم حتى في قناه التاسعه ثم مبدعين، ثم انجان اللي هو مبدع وهو اصيل منطقه العليه واللي هو معناه خلق روحه ويمثل ويكتب برشا وحتى كي باش تحكي انت القيروان عاصمه اسلاميه حتى السياحه الاسلاميه ما نجحوش فيها وما نجحوش، وانه يعملوا مخطط بيس خاطر السياحه الاسلاميه تدخلك برشا والسياحه الدينيه تدخلك برشا فلوس وتدخلك برشا استثمارات وفيها الانشطه انواع واشكال، حتى هذه ما نجحوش فيها وما عملوهاش. انت شفما وتله في القروين؟ شفما وتله كي تمشي باش تعدي المولد ولا باش تمشي تقول نمشي نعدي نهارين في رمضان في القروين، شنو تلقى؟ شنو تلقى مرافق سياحيه؟ هو في المولد راهو الاهالي يحلوا ديارهم باش يستقبلوا الضيوف نتاعهم، تلقى المعالم، تلقى فين تشوف وين تحوس وين تدور، ما تلقاش وين تعدي ايامات باغ اكزومبل. صحيح، دونك الشباب هذوما اللي يحسوا رواحهم شباب من درجه ثانيه ولا مواطنين من درجه ثانيه، اللي ما ثماش شكون يحكي معاهم، اللي حتى كي يلتفتوا لهم في المناسبات كيلكو سوا المناسبات يتلفتوا لهم باش يعطيهم شويه فلوس، والا عمره ما كان حل قد ما كان البجيل باش يتعطى للجهه هذيك. راهو الاهم انه لازم يتخدم اولا الون تيرم، ماهوش حاجه عرضيه، ماهوش صارت حادثه اليوم نخدم شهر وشهرين ومن بعديك، لا راهو موروث نتاع سنوات الحقيقه، راهو عشرات السنين نتاع التهميش، نحكي كو سوا على القروين ولا على المناطق الداخليه اللي فيها برشا فقر وفيها برشا ياس وفيها واللي عندنا 10 سنين بعد الثوره واحنا نحكيو على التمييز الايجابي ونحكيو على ما صار منه حتى شيء. هما راهو اذا كان تمشي تحكي معاهم خاطر هما اصدق مرايه تنجم ترجع لنا شنو اللي صاير، راه قلت ما تبدل شيء الحقيقه معناها حتى لو انه مالوغو وضد انه واحد ما يحبش يقول الكلام هذا، اما هذا مش كان في القروين راهو في برشا بلايص، من جاي عندك ما تقول انا من بكري بون متفاهمه معاها هما ربي يرحمهم وكل ريم، فما حاجات متفاهمه معك فيهم فما حاجات لا. بدات النقطة اللي نحب نضيفها اللي مش الفقر هو سبب المشاكل الكل، معناها هذه من غير ما نحط المسؤولية، الناس كل مسؤولين بتاتخ وحتى الدولة مسؤولة من غير حتى شك، أما راهو الفقر فما برشا عبيد اليوم معناها عملوا برشا حاجات باهية ووصلوا وكل وهما خرجوا من عائلات فقيرة. هذاك علاش احنا ايش قلنا؟ قلنا ناقصين إحاطة وناقصين توعية، هذوما الناس مهمشين مش كان ماديا مهمشين حتى في التوعية. صحيح، فما برامج اسكو تتعمل مثلا من وزاره المراه وشؤون الاسره، من وزاره الشباب والرياضه، من وزاره الشؤون الاجتماعيه، اسكو فما والمواصله والديمومه سورتو الديمومه ما فماش تاثير، معناها انا بيدي شاركت في بكري نحكي الريم في الليكوليس، معناها شاركت في برامج هكا نتاع التمكين الاجتماعي وكل، والحقيقه فما برشا نواقص، معناها الخدمه ما تتخدمش بالكدا في المناطق هذوكم، اما نقول لك راه فما برشا عائلات فقيره بالحق خرجوا عبيد معناها شكون يعرف عليهم، اي كومبري
انا معناها انا من عائله معايا لفقيره معناها وكل مين نجمت نوصل اخواتي برشا عباد نعرفهم معناها ما نمشيوش ديما للمشكل الفقر وفما عباد زاد عندهم اللي مويام عندهم الفلوس ويتعطاو برشا حياه اخرين ولا ما ينجحوش دونك لهنا التوعيه من بيان سور من الاطارات وحتى من معناها حاول تلقى حاجه في حياتك راهو كل واحد في حياته ينجم يلقى هدف مهما كانت الظروف نتاعو ينجم يلقى باب اللي هو يخرج منه فريمون ويحل ثنيه معناها لازم توصل لهم. شوف كي نحكيو على توعيه ونحكيو على تاثير شفت مثلا احنا حتى كي نحكيو في برامجنا نحكيو تري سوفون على مواضيع اجتماعيه مهمه للشباب الكل اما اسكو الشباب هذايا يلاقوا فيه باش حل تلفزه يتفرج فينا ليه ما يفهمش ارضيه حاضره بلاس انت برنامج واضح نتاع تاثير ونتاع احاطه لفتره طويله وتكمل المتابعه نتاعو وتعاود ترجع له وتقعد معاه وتشوفه شو عنده من طن بعد نحكيه من براعات تنجم تكون عنده شنو ما الافاق نتاعو اللي تنجم تحله ما هوش باش يوصل هابش نعطيك انا اكزامبل بيرتينون في العلي كان ثم مشروع مبادره خاصه معناها مش لازم نقولوا عملت مكتبه معناها انيقه وفيها كل شيء معناها لي ريفيرونس الكل واللي تحب وتحط فيها برشا فلوس برا شوف المكتبه فيها كاين الكتب قاصره ما يمشي لها حتى حد على خاطر انت ما حضرتش العبيد هذوك اللي هو راهو جيعان في كرشو اي جيعان في كرشو خاطر معناها خاطر الظروف صعيبه خاطر ولكن خاطر زيده ما توعاش ما تحضرش الترغيب وين مثلا ترغبوا انت في القراءه ولا مش ترغبوا في المطالعه فما حاجات اخرين شوف عفيف في فرنسا وقت اللي صار الكونفينمون الافلام تعرضت على الحيوط من البالكون تاعك تتفرج في فيلم نحن في تونس عملنا افلام تتعرض في البحر معناها على الشط على الرمال وتنجم تتفرج اما لو كان تعرضها مثلا في القروين ما يجيوكش راه خاطر مازال ماهوش لازمك تحضره قبل لازم تخليه يكتشف روحه يعاود يمن بروحه راهو يائس راهو اذا كنا نحكيو على العباد هذه راهو انسان تساويت عنده الحياه بالموت باش تقول له انت ثقافه ولا لازمك تخلق له ساعه الطريق باش توصل له باش الميساج يتعدى ان شاء الله يا رب يكون هذايا معناها دعوه للسلطات وللحكومه ولاي انسان ينجم خاطر راهو انيسياتيف بريفي قد ما تنعمل ما تنجمش راهو سي تان بروجي الون تيرم اما بربي ما نخموش ما برنامج وطني الحقيقة لازم برنامج وطني أكور ولون تيرم معناها ويكون مخطط على المدى البعيد نخدموا على الفكر على الوعي ما نخدموش على أتاو نخدمك ولا نعطيك شهرية ولا نعطيك إعانة ب 100 و 150 عمره ما كان الحل نخدموا على شخص بربي ثم مثل معناها هو مستهلك ولينا يتعدى من لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها راه بربي 200 و300 ما يحلوش المشكلة حتى كي تخدموا راه وهو مازال ماهوش واعي ما يحلوش المشكلة يعطيك الصحة ميرسي بوكو ريمورغ إن شاء الله نكونوا أجبنا على بعض التساؤلات ووصلنا صوت برشا من الناس ومرة أخرى نحب نتقدم بالأصدق عبارات التعازي للعائلات متاع الوليدات هذوما ربي صبرهم على الوجعة هذية الله يرحمهم وإن شاء الله نلقاو الحلول اللازمة في الفترات القادمة خليني نمشي ديريكتومون للكوجينة أنا عملت لها على الشيف فتحية نشوفها وين وصلت في اللي غسيت متاعنا اليوم في فطورنا ألوغ شيف مرحبا بك يا عفيف مرة أخرى أنا كيما تشوف خذيت طن البدر اللي بالزيت زيتونة فترشته في الشقالة متاعي حطيت عليه كعبة بصل غابي حطيت عليه شوية معدنوس وحطيت عليه الجوتا ماجستي مرستو كل مليح مليح حطيت عليه لكات فروماج هذية عملوهم زادة في حجم صغير الماجستي عملت لكات فروماج في فورما متاع 100 غرام كيما عندنا هنا هذية شخت بيه الحقيقة في شهر رمضان هذيك هو الفروماج غابي اللي نستعمل فيه يوميا فيوح بنين فوندون حتى في البريكة معناها صغار وانه تحط فرماج وتلقاه فوندون في البريك دونك يقعد فوندون اي سورتو حاجه لاحظتها عاده كي نشري جبن المرحي نهارين ثلاثه ويعمل مطعم هذا اللي نشري حتى الكبيره نعبيها عندي في الحقه وتقعد للي توفى لبس عليها معناها دايوغ فما نتاع 1 كيلو اللي هو كيلو وفما عملوا حجم صغير اللي هو نتاع 100 غرام الوغ خلطت الكل مع بعضه هوني ناخذ البوش نتاعي بسهوله تامه
عندي انت تشوف هذه فريمون هذه ماجيك عاد علمتيه هذه ماجيك سهله برشا وسورتو ما يزمكش برشا حاجات الطماطم حاضره الطماطم تاعي سيكام بولي بثوم معناها حاجه سهله وبسيطه نجي نعبي البوش كما تشوف هكايا هي اللي باش نعبي بها المقرونه الورده البابوش هذه نجي نحل طول حكة الطماطم اللي بالثوم ما نسحقوش ياسر فيه يا عفيف ديجا طماطمي فيها ثوم فيوحة فيوحة طماط فخيش نذكر وأنه طماط سيكام راهي طماطم شمسية متاع الصيف يتم جنيها في فصل الصيف هذاك علاش طماطم بنينة ياسر عدد مهول من التحاليل اللي تتعمل يوميا في حدود 70,000 معناها ماهوش ساهل هذاك علاش نلقاو طماطم دو كاليتي كيما هكايا اي سورتو ما فيهاش 100% طبيعيه معناها ما يزيدوها حتى شيء وهذايا مهم برشا فقط نذكركم ديما الطماطم سيكام ولا الهريسه سيكام كي تشريوها راهو ما تستحقوش باش تفرغوها في اي حكه اخرى راهي الحكه نتاعها اللي كونسو باش تستحفظ لكم على الطماطم كيما هي خليوها في الحكه نتاعها ما يصير لها حتى شيء ناخذ هوني مغرفه صغيره هريسه نعرف اللي تحبوا شويه محرحر محرحر لازم ما نحط مش برشا زيت عندي زيت ديو نجمه نحط شويه زيت ديو نجمه ونصب شويه ماء هو اللي باش يعمل التختوخ لا مادام عندنا سيمبو دونك نلقاو الماء نتاعنا سخون حاضر ماء سخون ديجا هذه الصوص حاضره باش كوشتي سخونه توا مقعد كان باش نعبي البابوش نتاعي هذوما لي كوكياج نجيب البوش ونعبيهم مليح 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 ونحط في الصوص وكوشتي سخونه نرميهم مده درجين في كوشه 180 مغطين نغطي معناها الشقال المعون باش نطيب درجين ويتيبوا نغطي المعون نتاعي باش ما يشيحوش باش يتيبوا موالو ويبداو مزيانين فما اللي يحب يحط يزيدهم على وجههم شويه جبن بوغ غراتيني واللي ما يحبش يتزازا بالجبن الوسطاني اما حتى غراتيني يجيو بنين برشا بعد لا تخرجوهم من الكوشه تديروا عليهم شويه جبن باش يزيد يذوب اكثر انتخطان انا باش نحضر البسكوي نتاعي عفيف كانت نعطي مقادير نتاعو خاطر ساهل تحضيره يلزمنا 300 غرام زبده كعبتين عظم كاملين 450 غرام فرينه سبيسيال جاتو ورده و150 غرام سكر غلاس باش نحط عليهم قرصه صغيره ملح زوز بكويت سكر فاني ونزيدهم اربع مغارف زيت ديو هذا ما خلطهم مع بعض زيت ديو نجمه تو احنا نطيبوا فيه في الملح اما زيده في الحلو مش اي زيت راه تنجم تستعملوا هذا جربته انا في السمسه في رمضان اللي اكسلون خفيف ما يقعدش كي الزيت اللي يبدا تعمل حاجه في الزيت تجيك مركركه ما يفسدلكش المطعم تاع الحاجه الحلوه دونك هي البرشة زيت نجمه ديو هذيا للحلويات كيما الملح الملح بيان سور به برشا ولكن ننصحكم به الحلويات واكيد جربوه وبعثوا لنا رايكم زيد قولوا لنا شنو رايكم الوغ مادام هذايا باش يدخل الكوشه نخلط باش نخلط البسكويت ونوريكم كيفاش نصبوه ويدخل الكوشه كيف كيف داكوغ دونك احنا نتصوروا انه جينا مقرونه بنينه ياسر على خاطر استعملنا فيها الى جانب الفخوماج والقوطه نتاع ماجستي والبات البنينه نتاع ورده استعملنا زيده طن البدر اللي هو من ابن ما فما في تونس طن البدر المعمل نتاعو يمكن هو الوحيد في تونس اللي يستعمل الطريقه الارتيزانال معناها باش يطيب بها الطن نتاعو ومفوح بالرند الجبلي عندنا برشا انواع نتاع طن كي تحل حكه الطن الحقيقه تلقى في القالب نتاعها قلب واحد قلب واحد كاملة تبدا بنينة برشا وفاوحة خليك ميلة تكمل نرجع لك من بعد شيف فتحية وي وأنا باش تحاول بكم توا باش نستقبلوا بعد شوية مدام منيا غزايل باش نحكيو على مواد بموج الطبيعي